السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. معكم حمزة من قناة ميدزيديو. اليوم إن شاء الله راح نشرح التشابتر التاسع في مادة الأناتومي الإندوكراين سيستم. في البداية راح نحكي شوي عن الإندوكراين سيستم. هي عبارة عن نظام الغدد الصماء، وسميت بهذا الاسم لأنه الغدد ما إلها أي قناة بتصب فيها المفرزات. نحن بنعرف إنه الغدة بتفرز يا أما هرمونات يا أما مفرزات خاصة فيها، وبتصبهم في قناة وبتوديهم على الدم أو على باقي أنحاء الجسم. أما بالنسبة للتشابتر اللي رح نحكي عنه اليوم، هو عبارة عن نظام الغدد الصماء. هي غدد ليس لها أي قنوات تفرز فيها الهرمونات أو الرسائل الكيميائية أو العصبية اللي بتفرزها، فعشان هيك سميناها endocrine system أي الصماء. في البداية راح نحكي introduction، إنه المسؤول عن نظام التواصل في الجسم بشكل عام هم عبارة عن نظامين: نظام الغدد الصماء بالاشتراك مع الجهاز العصبي أو النظام العصبي. التسمية للإندوكراين سيستم أو إندوكراين جلاند هي عبارة عن غدد ductless لا تحتوي على قنوات أو أنابيب لحتى تفرز فيها الهرمونات مثلا، فهي بتفرز الهرمونات مباشرة على سائل خارجي، تمام، ومنها بيروح إلى الدم. بالنسبة للهرمونات، هي عبارة عن رسائل كيميائية تدخل إلى الدم، والدم هو كفيل إنه يوصلها إلى باقي أنحاء الجسم. يعني الهرمونات بتطلع من الخلاء، من الغدد، ومن الغدد تذهب إلى السائل الخارجي الاكسترا سيلولر فلويد، ومنها إلى الدم، والدم بيوصلها إلى الإفكتور أو إلى المكان اللي بتعمل فيه تأثير. الهرمونات مفيدة للجسم في أكثر من أمر، من ناحية الريبرودكشن التكاثر فهي أكيد مهمة للنمو والتطور، الهرمونات الذكرية والأنثوية ومختلف هرمونات النمو طبعا هي مهمة للجروث اند ديفلوبمنت. الموبيلايزيشن اوف بودي ديفنس، الدفاع عن الجسم، المينتيننس اوف الكترولايت، ووتر اند نيوتريانت بالانس ان بلاد، يعني بشكل عام هي بتقوم بالعديد من الوظائف في جسم الانسان. هاي هون عندنا تقريبا صورة بتوضح غالبية او كل الغدد الصماء اللي رح ندرسها. نعمل زوم على اول واحدة واهم واحدة اللي هي الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس هي غدة تحت الوطاء، secrete hormone involved with fluid balance, smooth muscle contraction and the control of hormone secretion by anterior pituitary gland. طبعا هي هاي الغدة الرئيسية اللي بتفرز الهرمونات المسؤولة عن كافة النشاطات بالجسم. هي ابو الغدد، هي بتفرز هرمونات يعني بتتحكم في إفرازات العديد من الغدد الأخرى، ولكن بشكل أساسي هي لها علاقة بالتوازن بالنسبة لسوائل الجسم، للمسل كونتراكشن، السموث مسل كونتراكشن اللي هي انقباض العضلات الملساء، وهي تتحكم بالهرمونات اللي بتفرزها الغدة النخامية الأمامية. هلا بنعرف شو الفرق بين النخامية الأمامية والنخامية الخلفية. بالنسبة للبيتوتري جلاند اللي هي الغدة النخامية، secrete multiply hormone that regulate the endocrine activity of the adrenal cortex, thyroid gland and reproductive organ and hormone that stimulate melanin production. الغدة النخامية هي تتحكم بإفرازات غدد أخرى مثل قشرة الكظر، الأدرينال جلاند والثايرويد جلاند، الغدة الدرقية، وعندنا الأعضاء النمو والتكاثر والهرمونات اللي مسؤولة عن إنتاج الميلانين. طبعا اللي بيسيطر أو اللي بيتحكم في إفراز البيتوتري جلاند هو الهايبوثالاموس، فتعتبر الهايبوثالاموس هي الغدة الرئيسية أو الأساسية. الثايرويد جلاند زي ما بنلاحظ موجودة في الرقبة، هي عبارة عن الغدة الدرقية بتفرز هرمونات بتأثر على الميتابوليك ريت، على العمليات الاستقلابية في الجسم، وبتنظم مستوى الكالسيوم في سوائل الجسم. الأدرينال جلاند هي الغدة الكظرية اللي موجودة فوق الكلية، تفرز هرمونات تحتوي على المينرال بالانس، ميتابوليك كنترول اند ريزيستنت تو ستريس. ذا أدرينال ميدلا ريليز اي بينفرين اند نور ابينفرين، هذول عبارة عن نيورو ترانسميتر، نواقل عصبية بتحفز او بتنظم او هي لها دور بالسمباثيتك اكتيفيشن اللي هي الحالة العصبية، حالة الطوارئ. البنكرياس زي ما بنعرف هو غدة بتفرز عندنا بتنظم عندنا الجلوكوز ابتيك اند يوتيلايزيشن باي بودي تيشو، طبعا هي بتفرز البتا، الخلايا الفا وبتا اللي موجودة فيها، مسؤولة عن افراز الانسولين والجلوكاجون.
بالنسبة للباينيال جلاند، هي عبارة عن غدة صنوبرية موجودة خلف الهايبوثالاموس. هاي الغدة مسؤولة عن إفراز الميلاتونين، والميلاتونين هو له تأثيرات على الريبرودكتيف فانكشن، وبيساعد على التوازن ما بين الليل والنهار والعادات اللي بتقوم فيها الجسم. الباراثايرويد جلاند اللي هي الغدد جارات الدرق، موجودة خلف الغدة الدرقية. سيكريت هرمون امبورتنت to the regulation of calcium ion concentration in body fluid. بتأثر على تأثير الكالسيوم، بتأثر على تركيز الكالسيوم في الجسم. في عندنا بعض الغدد أو بعض عفوا الأورجان اللي هن يعتبروا secondary endocrine function، لأنه بيأثروا على فيزيولوجية الجسم، على بعض الفانكشن اللي موجود في الجسم، مثل الهيرت والثايموس والدايجستيف تراك والكيدني والجوناد اللي هن الأعضاء التناسلية إلى آخره، كله راح ندرسه إن شاء الله في هذا الشابتر. في البداية راح نبلش بالبيتوتري جلاند. بالنسبة للغدة النخامية تتكون من جزئين أو من فصين، الجزء الأمامي أو النخامة الأمامية والنخامة الخلفية. هاي هي عبارة عن النخامة الأمامية وهاي الخلفية. الغدة النخامية الأمامية مغطية بشبكة من الأوعية الدموية، فعشان هيك بنسمي الأمامية دموية أو هرمونية، والنخامية الخلفية مغطية بشبكة من الأعصاب، فعشان هيك بنسميها خلفية عصبية. الأمامية بتفرز عندنا TSH, FSH, LH, والACTH, والGH, والPRL. هذول مجموعة من الهرمونات تفرزهم الغدة النخامية، بنتعرف عليهم لاحقا. أما النخامية الخلفية فبتفرز فقط الأكسيتوسين والADH Antidiuretic هرمون. نيجي للبانيال جلاند اللي هي غدة الصنوبرية. زي ما حكينا هي عبارة عن تايني باين كون تشبه القمع. شيب جلاند هانج فروم ذا روف اوف ذا ثيرد فينتريكل ان ذا داينسيفالون. بالنسبة لوجود هاي الغدة موجودة في سقف الفينتريكل الثالث، اللي هو الحجرة الثالثة اللي موجودة عندنا ضمن الدماغ المتوسط. السكريتوري سيل باينيلوسايت بروديوس ميلاتونين، هي عبارة عن غدة إفرازية بتفرز عندنا الميلاتونين. It's important in biological clock and circadian rhythms. هي بتتحكم بالساعة البيولوجية والنشاطات الفيزيولوجية للإنسان في النهار أو الليل أو إلى آخره. الثايرويد جلاند اللي هي الغدة الدرقية، تعتبر هي أكبر غدة موجودة، غدة صماء موجودة في جسم الإنسان. في عندنا غدد أخرى هي ثانوية، في عندنا مثلا الكبد، أو خلينا نحكي الكظرية، أو الغدة البنكرياس بيجي أكبر منها، ولكن هي كغدة صماء هي أكبر واحدة. Locate in the anterior neck on the trachea just inferior to the larynx. هي موجودة في العنق زي ما بنعرف من الأمام، أمام الحنجرة تقريبا. تتألف من حجرتين أو فصين، two lobes اللي هو جانبيين بيكونوا على جانبي الرغامة، connect by isthmus. الجسر اللي بربط ما بين اللوبين هنا عبارة عن الاستمس. It's surrounded by many major arteries. طبعا هاي الغدة بتكون مغطاة بشبكة كبيرة من الأوعية الدموية، فأي جراحة فيها راح يصير في عندنا نزيف وبيطلع عندنا دم كثير. Internally it composed of follicles اللي هي الفوليكل سيل، فيه الكولويد اللي بيفرز عندنا T3 والT4 هرمون، وعندنا البارا فوليكلر سيل بتفرز الكالسيتونين. البارا ثايرويد جلاند اللي هي غدد جارات الدرق، هي عبارة عن أربع غدد موجودة في أسفل الغدة الدرقية. تتألف من تفرعات ثخينة تحتوي على الأوكسيفيل سيل اللي هي أني كلير فانكشن، ما إلها أي وظيفة، مش عارفين وظيفة لحد الآن. وفي عندنا تشيف سيل تفرز عندنا البارا ثارمون الأنتاغونيست تو كالسيتونين. طبعا بيشتغل بشكل معاكس للكالسيتونين. كالسيتونين زي ما احنا اتفقنا هو يفرز من البارا فوليكولر سيل اللي بتفرز عندنا الكالسيتونين، أما عندنا الأنتاغونيست الكالسيتونين بتفرزه جارات الدرق الباراثايرويد جلاند. في عندنا غدة تسمى الثايموس، هاي الغدة موجودة في منطقة عميقة من القص في الصدر. هي عبارة عن لوبيوليتد جلاند تحتوي على عدة فصوص، فصين تقريبا، لارج انفانت اند تشيلدرن. بتكون موجودة هاي الغدة في الأطفال الرضع والأطفال الصغار. مع تقدم الإنسان بالعمر تختفي هاي الغدة وبتتحول إلى فايبر كونكتيف تيشو.
الحجم تبعها ببلش يصغر يصغر لحتى يتحول اخر شيء لكونكتيف تيشو زي ما حكينا. ميجر هرمون اوف ذيس جلاند ار اسينتيال ان اميون ريسبونس، هي لها دور في انتاج خلايا التي سيل اللي موجوده في جهاز المناعي. بالنسبه للبنكرياس هو عباره عن خليط ما بين اكسوكراين واندوكراين هرمون، تفرز عندنا هرمونات داخليه وهرمونات خارجيه. هي عباره عن سوفت ترينجولار جلاند شكلها زي المثلث لوكيتد بيهايند ذا ستومك، موجوده خلف المعده. تتالف من اسينار سيل ذا بالك اوف ذا جلاند، هي الحجم الكبير الاكبر من هاي الغده، بيفرز عندنا الانزيم غني بالجوس. البنكرياتيك ايلاند اللي هو جزر لانجرهانس بنسميهم، بتفرز عندنا في عندنا نوعين من الخلايا، خلايا الفا وخلايا بيتا. خلايا الفا بتفرز الجلوكاجون زي ما حكينا، وخلايا بيتا بتفرز عندنا الانسولين، فعشان هيك هي بتنظم نسبه الجلوكوز بالجسم. الغده الكظريه الادرينال جلاند هي عباره عن بايرد ادرينال جلاند ثنتين، كل واحده موجوده فيها فوق الكدني موجودة، فإلها شكل هرمي بايراميد شيب موجودة فوق الكلية زي ما حكينا. بتتألف من تو اندوكراين، تتألف من قشرة الكظر ولب الكظر، بتتألف من الأدرينال موديلا اللي هي لب الكظر ريليتد تو ذا سيمباثيتك نيرفس سيستم، وعندنا الأدرينال كورتكس اللي هي قشرة الكظر بتتألف أو إلها علاقة بالفانكشنالي ديفيرس عكس اللب. بالنسبة للجونادز هي عبارة عن الأعضاء التناسلية، أو مش الأعضاء التناسلية، الغدد التناسلية. تتكون من الأوفري عند الفيميل والتيست عند المين. بالنسبة للبلاسينتا موجود عندنا المشيمية بالنسبة للفيميل، وعندنا اليوتيراس اللي هو الرحم. الأوفري المبيض عند الأنثى بيفرز عند البروجسترون أندروستينوديون، وعندنا الإستروجين وعندنا الإنهبين. اما بالنسبه للخصيتين او التيست عند الميل تفرز عندنا الاندروجين الاستراديول والانهيبين. البلاسينتا في حاله الحمل المشيميه تفرز عندنا بروجسترون استروجين، وفي عندنا هيومن كرونيك جوناتروبين، وعندنا هيومن بلاسينتال لاكتوجين، وعندنا الانهيبين. بالنسبه لليوتيرس الرحم ايضا في حاله الحمل بيفرز عندنا البرولاكتين وريلاكسين من اجل تقلصات عضلات الرحم.